شكرا رئيس محمد. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم وإليكم آخر الأنباء. الرئيس السويسري 750 مليون فرنك سويسري مجمدة تخص مصر. خليهم يتسلم. محلب بعد حوادث وفاة تلاميذ بالمدارس، وزير التعليم حالته النفسية سيئة ومحبتش أزودها. وأنا عايض. اللواء محي عشماوي أسيسي ابن سيدنا الحسين. الجنزوري الوطن ناداني وكنت أود استكمال اللعب مع الأحفاد. رئيس جامعة الأزهر فيها إيه لما أفصل 10,000 طالب؟ هو ما عملش جريمة. رئيس هيئة الكباري إصلاح الطرق سيؤدي إلى زيادة حوادث السيارات. صيادلة تطالب الصحة بسحب لبوس قاتل من الأسواق. سرقت خط سكك حديد سفاجا قنا كاملا والخسائر 700 مليون جنيه. حادثة انفجار بالقرب من مترو غمرة. إعلام يرعبك. ومدير شرطة المترو ينفي وقوع انفجار داخل إحدى المحطات ويطمئنك في نفس الوقت. والنيابة تعين موقع انفجار غمرة والتحريات ترجح مسؤولية الإخوان. أحسن مصادر، أحسن تغطية، هو ده الإعلام، هو ده وقت. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع. فوتكو بعافية. شارك معنا، ابعت الأخبار اللي حابب تضاف لنشرة 90 ثانية من خلال هاشتاج 90 _ ثانية.